جدت الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد المصطفى شمس الضحى بدر الدجى رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضين والتابعين المعظمين الكرامين لا سيما على قدوة المجتهدين الإمام الأعظم أبي حنيفة نعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعلى سائر أئمة الملة والدين والمحدثين الكاملين والعلماء الربانيين والأولياء أبي محمد سيدنا عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني محيي الدين رضي الله تعالى عنه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله مع الصابرين صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اوسع اعظم بمنی بے سر اسامہ مددی قبلہ دی مددی کعبہ امام مددی امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد و دنیا غوث اعظم دستگیر المدد شیئا لله المدد شیئا